طبعا انتم موجودين كل سنه في معرض القاهره دولي الكتاب، لكن اعتقد ان المشاركه السنه دي مختلفه شويه بسبب الاحداث. يعني فلسطين لم تغب يوما عن معرض القاهره الدولي للكتاب، هذا يمثل بالنسبه لفلسطين حدثا استثنائيا. ولكن زي ما حضرتك تفضلت، هذا العام كان هناك ايضا ظرفا شديد للاستثنائيه، وكان هناك مداولات انه في ظل هكذا ظروف هل من المجدي ومن اللائق أن يكون هناك مشاركة لفلسطين في المعرض؟ والحقيقة بعد العديد من المداولات كان القطع بوجوب المشاركة في هذا المنبر المهم للغاية، أولا لما يمثل من رمزية كبيرة بالنسبة لكل المثقفين والمبدعين والشعب الفلسطيني، أيضا من أجل توضيح الرسالة الفلسطينية في هكذا ظروف وفي هكذا أمور الحقيقة لم تمر كثيرا بها. وأنا أتحدث وقد مررنا بخمسة حروب منذ قبل، وبالرغم من ذلك شاركنا، ولكن مثل هذا الطغيان في هذا الوقت الحقيقة كان من الصعب جدا اتخاذ قرار سريع بذلك. لذلك وبعد مداولات كان قرار بأننا لن نغيب عن معرض القاهرة مهما كان، وكانت هذه المشاركة المتميزة والمختلفة لفلسطين في المعرض هذا العام. طيب لو هنتكلم عن الجناح والإقبال الجماهيري على الجناح، عامل ايه لحد دلوقتي؟ يعني أجمل رسالة ممكن تصل إلى شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أن يأتوا هنا إلى معرض القاهرة للكتاب ويروا بأم أعينهم أن جناح فلسطين هو جناح بالمساحة الجغرافية، هو جناح قياسي مثل بقية الدول، ولكن هذه 3 متر في معرض القاهرة الكتاب هي قبلة الشعب المصري الشقيق، وهذه لها رمزية عالية. والحقيقة أنه توصل رسائل عديدة أن القضية الفلسطينية دائما هي في قلب كل مصري، ونحن نلتمس هذا من خلال زيارات المواطنين المصريين، صدق مشاعرهم، نبل مشاعرهم، ما يعبر عنه حقيقة. هل بيدور حديث جانبي دائما بينكم وبين بعض؟ دائما هناك العديد من المواطنين الذين يسألون عن الكتب ثم عن الظروف، عن المقدسات، يبرزون كل مشاعرهم النبيلة والصادقة. بقول لحضرتك 3 متر هاي هي قبلة معرض القاهرة الدولي للكتاب على صغر هذا الحجم، مقابل أنه في أجنحة إلى جانبنا أجنحة كبيرة متعلقة بهيئات ومراكز ومؤسسات، ولكن تبقى لفلسطين هذه المكانة المتميزة عند المواطن المصري، والذين استطعنا أن نلمس هذه المسافة وهذه المساحة من خلال إقبال المصريين الأشقاء في معرض القاهرة.